السلام عليكم. النهاردة بنبتدي المحاضرة الخامسة والأخيرة بالنسبة للهير كير برودكتس، هنتكلم فيها على الهير لوس. هنا السلايد دي بتعرض الليرنينج اوتكمز اللي انت المفروض تطلع بيها والكونتنت بتاعت المحاضرة. نبدأ بقى بتعريف ما هو المقصود بالهير لوس. معدل السقوط العادي بالنسبة لأي شخص هو ان في اليوم الواحد ممكن تقع 100 ل 150 شعره، وده بنعتبره شيء طبيعي. انما اول ما تصل عدد الشعرات اللي بتقع في اليوم ل 150 شعره او تتعدى ال 150 هير فوليكل او هير سترينث بير داي، نقول لا احنا هنا عندنا خطر، ونبدا بقى نشوف ايه السبب ونعالج هذا السبب. ظاهره سقوط الشعر دي بنطلق عليها كلمه الوبيشيا. الوبيشيا دي كلمة مشتقة من اللفظ اليوناني الوبيكس، اللي بتعني الثعلب، واللي معناها الثعلب اللي هو الحيوان اللي بيقع عن فروته ممكن تقع نتيجة إصابته بحالة مرضية. ظاهرة الالوبيشيا دي مرتبطة ارتباط وثيق بتقدم السن. بيحصل ايه بقى عند تقدم السن؟ عند تقدم السن الفايبروس شيت لاير المحيطة بالهير بالب في الروت اوف ذا هير، ومحيطة بالهير ماتريكس والديفايدنج سيلز والكلام ده كله، بتبدأ يحصل لها هاردنج، بتنشف وبالتالي بتؤثر على نمو الخلايا بتاعة الماتريكس وبتضعفها جدا، بحيث ان الاناجين فيز دي بتبقى ضعيفة وبتبقى slowing down، والشعر بيبدأ يحصل له shedding، وبالتالي الشعر اللي طالع بيبقى كله تقريبا عبارة عن vellus hair. Alopecia can be classified into two groups: the scarring alopecia and non-scarring alopecia. Scarring alopecia هي ظاهرة سقوط الشعر الناتجة عن حالة مرضية. الحالة المرضية دي زي مثلا على سبيل المثال psoriasis اللي هي الصدفية، أو أي أمراض جلدية dermatological disorders، أو يكون في chemical أو thermal injuries. دي scarring alopecia. Non-scarring alopecia دي اللي هي مش ناتجة عن حالة مرضية، ولكن ناتجة عن خلل حصل في الهير جروس سايكل والفيزز المختلفة بتاعت الهير جروس سايكل، من الأناجين فيز للتيلوجين فيز وهكذا. النون سكارينج ألوبيشيا دي بتتقسم إلى نوعين، في منها الأندروجينيتك ألوبيشيا والنون أندروجينيتك ألوبيشيا. الأندروجينيتك ألوبيشيا دي ألوبيشيا ناتجة عن ديستربنس في الهرمون، في هرمونال ديسوردر، تبقى due to hormonal disorder، والإناث والذكور بيعانوا منها. النون أندروجينيتك ملهاش دعوة خالص بالخلل الهرموني اللي حاصل في الجسم، وبيبقى فيها كذا نوع، منها الأناجين إفلوفيوم واللي بيحصل فيها rapid shedding for growing hair، والتيلوجين إفلوفيوم فيها rapid shedding of the resting hair، وفي عندي الألوبيشيا إيراتا اللي هي الثعلب، وهنبدأ بقى نشوف كل نوع من دي. صور للسكارينج ألوبيشيا بتوضح الحالة المرضية والأشكال المختلفة للسكارينج ألوبيشيا. احنا بقى مش هنتكلم على السكارينج ألوبيشيا، كلامنا كله هيكون على النان سكارينج. في النان سكارينج ألوبيشيا هنتكلم على الأندروجينيتك ألوبيشيا. إتيولوجي، ايه السبب في حدوث هذا الأندروجينيتك ألوبيشيا؟ اول سبب هو عامل وراثي. العامل الوراثي ده له دخل كبير جدا في هذه الظاهرة. ايه تاني؟ عندنا اي هرمونال ديستربنس في الاندروجينز. الاندروجينيك هرمون ده بيحصل فيه ديستربنس، بينتج عنه ان انا عندي داي هيدروتستوستيرون بنسبة كبيرة عن التستوستيرون، وهذا الداي هيدروتستوستيرون هو اللي مسؤول عن تقصير او قصر الأناجين فيز، اللي هي المفروض ان دي اللي بيحصل فيها هير جروس لفترة طويلة، هو بيعمل لها شورتنينج، وبيعمل لينثنينج ولا انكريزينج ذا لينث اوف ذا تيلوجين فيز.
في الحالة الطبيعية المفروض إن الأناجين phase to the telogen phase ratio بتبقى 12 إلى 1، يعني الأناجين 12 مرة أكبر، الفترة بتاعتها أكبر من فترة التيلوجين phase. ولكن في حالة الألوبيشيا الناتجة عن increased dihydrotestosterone الريشيو بتاع الأناجين phase to the telogen phase بينزل من 12 إلى 1 إلى 5 إلى 1، ويؤدي إلى تزايد في سقوط الشعر والreplacement of this terminal hair by the vellus type. Pathophysiology of the androgenetic alopecia. دلوقتي متفقين ان الدايهيدروتستوستيرون هو الاندروجين المسؤول عن عملية الالوبيشيا او ظاهرة الالوبيشيا اللي تظهر عند بعض الناس. لو نفتكر مع بعض احنا الهير بابيلا اللي كانت بتبقى موجودة في البيز بتاعة الهير روت كانت مزودة ببلاد فيسلز كتير، كانت very rich in blood vessels. البلاد فيسلز دي كانت المسؤولة عن السبلاي بتاعة النيوترينتس والأكسجين وكل ما تحتاجه الخلية. البلاد فيسلز دي كانت بتغذي الخلايا دي كمان بهرمون التستوستيرون اللي هو في الصورة عندنا ده تي جوه الخلية. بيدخل جوه الخلية، لما بيدخل التستوستيرون جوه الخلية بيلاقي انزيم جوه اسمه 5 ألفا ريدكتيز. ال 5 ألفا ريدكتيز ده هيحوله إلى داي هيدرو تستوستيرون. الداي هيدرو تستوستيرون عنده very high affinity لبروتين ريسبتورز موجودين على السطح بتاع النيوكليس بتاعة البابيلاري سيلز دول أو الهير ماتريكس سيلز، وهيتفاعل معاه وهيعمل بايندينج معاه ويعمل كومبلكس. ده هيخش جوه النيوكليس ويبدأ يعمل سينثيسيز لبروتينز. البروتينز اللي بتتصنع نتيجة الكومبلكس ده أو نتيجة الأكشن أوف ذيس كومبلكس على الدي إن إيه والآر إن إيه بيبقوا هير داميجينج بروتينز، بيعملوا داون ريجوليشن للبروتين سينثيسيس في السكالب هير فوليكلز، وده هيؤدي بيعمل داميجينج عن طريق ان هو بيعمل شورتنينج للاناجين فيز وبرولونجيشن للتيلوجين فيز، بيعمل شيدينج للهير وبرودكشن لانكريزد ثينر فيلس هيرز. الاندروجينيتك الوبيشيا زي ما قلنا قبل كده بتحدث في عند الاناث وعند الذكور. بالنسبه للميل باترن بولدنس بيحصل ازاي؟ زي ما احنا شايفين رسمه كده اللي محطوطه دي بتبين ان اول ما الشعر بيبدا يقع عند الرجال بيقع في الجزء الامامي للشعر من الجنبين بتاع الجزء الامامي، زي ما انتم شايفين كده الجزء المكتوب عليه فرونت ده، في جنبين كل جنب من اليمين والشمال بيبدا الشعر يسحب لجوه، بيكون الشعر ده وقع وبيسحب يبدا يسحب لجوه. بعد شويه بيبدا الشعر يقع من الكراون اوف ذا هيد اللي هو الفيرتكس اللي مشار عليه ومكتوب عليه فيرتكس، وبيخف الشعر في هذه المنطقه. بعد كده بيبدا منطقه الصلع تمتد من الفيرتكس للتسحب ناحيه الامام لغايه لما يلتقوا مع بعض، ويبقى يكون الشعر وقع كله في المنطقة بتاعت الفيرتكس والميد اريا والفرونت عشان يديني الهورس شو باترن اللي انتوا شايفين. بقى الشعر موجود على هيئة حدوة حصان في الجزء الخلفي من الرأس. ده بنسميه الهاملتون نورود سكيل اللي بيحصل فيها جراديوال هير لوس. الصورة دي بتوضح بالتفصيل المراحل اللي بيمر بيها سقوط الشعر، بتبتدي من الفرونت للفيرتكس للميد اريا لغاية لما بتديني نوصل لغاية تايب 7 اللي احنا شرحناها قبل كده، ودي بنطلق عليها الهاملتون نورود سكيل كلاسيفيكيشن سيستم فور ذا دايجنوزيس اوف ميل باترن بون. اندروجينيتك الوبيشيا كمان بتظهر عند الاناث زي ما قلنا، وبنطلق عليها فيميل باتر بولدنس، ودي اللي بيتسبب في حدوثها هو الهايبر اندروجينيزم اللي بيبقى فيه نسبه زياده من الاندروجينز عند بعض النساء، وده بيبقى مصاحبه في سيجنيفيكانت اكني، في مونسترال ايريجولاريتيز، وفي انفيرتيليتي، وده بيكون السبب في الالوبيشيا عند النساء.
الصوره دي بتبين الفيميل باترن بولدز، البولدز او الالوبيشيا اللي بتحصل عند السيدات. هي زي ما انتم شايفين كده، هي شكلها مختلف عن البولدنس اللي بيحصل في الرجال، وما بيحصلش ابدا ان بص نلاقي الشعر كله وقع وادى نفس الشكل بتاع حدوة الحصان اللي بنشوفها عند الرجال لما بيحصل كومبليت بولدنس. طيب ايه السبب؟ ايه السبب ليه الستات ما بيحصلش عندهم نفس الشكل زي الرجال؟ لان السيدات هم عندهم less 5 الفا ريداكتيز من ناحيه، وعندهم مور اروماتيز انزيم، ده انزيم بيحول التستوستيرون الى استراديول، فبالتالي بيقلل التستوستيرون، بيقلل الداي هيدرو تستوستيرون عند السيدات. وفي نفس الوقت هم عندهم كمية أندروجين ريسبتورز أقل عن اللي موجودة في الرجال. العلاج تريتمنت، إيه اللي بقى هنعالج الألوبيشيا دي إزاي؟ بنستعمل topical minoxidil preparation، دول هي الـ only preparation approved بالـ FDA. هما وفي منها تركيزين اللي هو المينوكسيديل topical preparation دي 2% و5% solution في co-solvent system. عارفين يعني ايه co-solvent system؟ افتكر مع بعض، co-solvent system هو mixture من solvents مع بعض لهم قابلية ان هم يدوبوا المادة اللي هي polysol. فالco-solvent اللي بيستخدم هنا في حالة المينوكسيديل هو mixture من البروبيلين glycol والووتر والإيثانول. نخلي بالنا ان الـ 2% و 5% دول ايا منهم ممكن يستخدم من الميلز، ولكن في حالة الفيميلز only the 2% are used. 5% solution should never be used by women as it stimulates the hair growth on the face، هتسبب ظهور شعر على الوجه. بيشتغل ازاي المينوكسيديل ده؟ المينوكسيديل ده بيعتمد على انه بيعمل فازو دايلاتيشن، بيعمل vasodilatation وبيزود الكوتينيوس بلاد فلو، فبالتالي البلاد فلو اللي واصل في الهير بابيلا اللي واصل للهير ماتريكس سيلز بيبقى increased وبيدي more nutritions more oxygen more كل المواد اللي محتاجها الشعر علشان ينمو. كل الغذاء كل التغذية بتجيله عن طريق، وبالتالي ده هيساعد على ان هو يزود او يحافظ على الانرجين فيز بتاعته اللي هي الكروس فيز بتاعت السايكل اوف ذا هير كروس، وممكن يخلي الريستنج فوليكل تبقى مور اكتف، وده يبقى هنا بيتوصف في حاله الرجال والنساء. من السايد افكتس للتوبيكال مينوكسيديل ابليكيشن دي بيبقى اللوكال ايتشنج، وده بيظهر مش فيري كومن، يعني ده كان بيظهر تقريبا 7% من البيشنتس اللي بيستخدموه، وبيحصل كمان اكسسيف هير جروس على الفور هيد وعلى التشيكس ابون ذا برولونجد يوز، ده بالنسبه للسايد افكتس. طيب كيفيه الاستخدام بقى بالظبط؟ لازم المينوكسيديل سوليوشن دي تتحط على الشعر لما يبقى الشعر جاف او يبقى ناشف وفروة الرأس تبقى ناشفة، ما يبقاش تحط أبدا على شعر مبلل. بيتحط 1 ملي من السوليوشن، بتدعت كويس قوي في السكالب مرتين في اليوم، ولازم تديله فرصة 4 ساعات علشان يتم الامتصاص بتاعه ويحصل له penetration through the scalp. يعني مثلا لو احنا هنحطه قبل النوم يبقى على الأقل هيتحط 4 ساعات قبل ما ميعاد النوم. بعد قد ايه هيبان مفعول التوبيكال مينوكسيديل بريباريشن؟ بالنسبة لل 2% solution مش قبل 4 شهور لما ابدأ الاقي نتيجة، وبالنسبة لل 5% solution محتاجة على الاقل 2 شهر علشان ابدأ الاقي نتيجة، وبتبقى النيو هير جروس بيبقى طبعا بيبقى لسه صغير وبيحتاج وقت شويه علشان يبدا يبقى طبيعي زي الشعر الطبيعي التاني. طيب لو انا دلوقتي بالنسبه ل 2% مينوكسيديل
ما مدانيش نتيجة بعد الأربع شهور، أو بعد مدانيش نتيجة بعد الأربع شهور، هل هستمر بقى إلى ما لا نهاية لغاية لما يجيني نتيجة؟ لا. بالنسبة للرجال ما يستعملوش 2% من أكسيديل ده لأكتر من 12 شهر، وبالنسبة للوومن ما يستعملوش المينوكسيديل ده أكتر من 8 شهور إذا ما لقوش إن في نتيجة مجزية بتظهر. طب وبالنسبة لل 5% مينوكسيديل، بالنسبة لل 5% مينوكسيديل إذا بعد 4 شهور الرجال لقوا إن مفيش نتيجة فعالة they have to stop. دي الكونترا انديكيشنز بتاعه التوبيكال مينوكسيديل بريباريشن، البيشنتس هو ار اليرجيك تو المينوكسيديل، بيشنتس اندر 18 ييرز اوف ايج ويل بريجننت ولاكتيتنج وومن. تريد نيمز بيبقى في اسم ريهير، ريجين، بروف هيربات، دي الاسماء الموجوده في اللي بيستخدم كمان في تريتمنت اوف اندروجينيتك البيشيا الاورال فيناستريد ثيرابي اللي هو البروبيشيا تابلت 1 ميلي جرام، وده بس ابروفد بالاف دي اي تو بي يوزد اونلي باي مان. وده بيشتغل ازاي؟ بيعمل انهبيشن لل 5 الفا ريدكتيز انزيم، وبالتالي بيقلل كميه الداي هيدروتستوستيرون. ده بيبقى الريسبونس على الاقل بيبقى محتاج 6 شهور علشان يقدر يبقى الفيرست ريسبونس اوبزرف. طبعا بيبقى له سايد افكتس ان هو ممكن بيأثر على الميل فيرتيليتي وبيعمل سام فيمينايزنج افكتس ان سام بيشنتس. ليه الفيناستريد تابلتس دول مش لازم ياخدوهم السيدات او الفيميلز عموما؟ لان التجارب اثبتت، تجارب على الانيمالز اثبتت ان بيعمل بيرث ديفكتس. فحتى بنقول ان اي woman في child bearing age should not even touch or handle the broken tablets. نتكلم دلوقتي على النن اندروجينيتك الوبيشيا. اول نوع فيهم هو الانجين افلوفيوم، وده بيحصل فيه دامج للهير فوليكلز اثناء نمو الشعر في الانجين فيس. ايه الاسباب اللي بتؤدي الى هذا الدامج؟ هي الراديوثيرابي والكيموثيرابي واستخدام الانتي كانسر دراجز ان اديشن تو اذر دراجز زي الهالوبريدول وهاي دوزز من الريتينويدز. كل دول بيبقوا بيؤدوا الى الانجين افلوفيوم. بالنسبه للتيلوجين افلوفيوم من اهم الاسباب اللي بتسببها هو ان الشخص يكون واقع تحت ستريس او حصل له انجري، زي ان هو يكون اتعرض لسيفير كرونيك ايلنس، ان هو جات له هاي فيفر، عند عمل ميجر سيرجري، كل دي اثرت عليه بحيث ان الانجين فيز مدتها قصرت عن المدة الطبيعية، والهير فوليكلز اللي اتكونت فيها كانت اماتيور، والانجين فيز دي خلصت بسرعة قبل وقتها وانتقلت إلى التيلوجين فيز، بحيث إن عند التيلوجين فيز حصل شيدينج للهير والشعر وقع بالطريقة دي. طيب إيه الحل؟ الحل إن إحنا نعمل ايدنتيفيكيشن وإليمينيشن للسبب، نعرف السبب لو الستريس، لو نعالج الكرونيك ديزيز، نعالج الهاي فيفر، وبالطريقة دي ان احنا بنقدر نعالج الموضوع ويحصل هير ريجروس تاني في ظرف شهرين الى 4 شهور. الوبيشيا إراتا ده تالت نوع من نان اندروجينيتك الوبيشيا، ودي اللي بيطلق عليها الثعلبة. الثعلبة دي زي ما انتوا شايفين كده بتبقى زي جزء فاضي بيفضى خالص من الرأس، بتبقى على هيئة دايرة او على هيئة اوفل او على هيئة باتش كده بالمنظر زي ما انتوا شايفين. ممكن تيجي في السكالب، ممكن تيجي في الدقن، ودي بتبقى ناتجة عن اوتو ايميون ديزيز، ده نتيجة اوتو ايميون ديزيز، وبتصيب الشيلدرن او اليونج ادلتس. الحاجات اللي بتعمل تريجرينج افكت لما بيبقى عندي نيوروجينيك انفلاميشن او ايموشنال ستريس او جينيتيك فاكتور متداخل. العلاج ايه؟
بيدوا كورتيكوستيرويد انجكشن في السكالب او بيعالجوا بالمينوكسيديل 5%، طبعا دي فور مان بس، مع اورال بريدنيزون. والاورال بريدنيزون ده بيبداوا يعملوا له تيبرينج، يعني بيقللوا الجرعه على مدار 6 اسابيع، بينزل بالجرعه من 40 ملي جرام ل 5 ملي جرام جراديوال عشان يقدر يشيله بعد كده. بالاضافه الى طرق العلاج السابقه، في عندنا الهير كروس بروموترز اللي بيشملوا ستيمولييتنج ايجنتس اللي فيها التينكتشر كانفاريدس، تينكتشر كابسيكم، تينكتشر جابوراندي، كامفر، تربنتاين اويلز، دي بنستعملها في التركيبات اللي بتبقى applied topically. عندنا سلفر ديريفاتيف، سلفر كونتيننج امينو اسيدز، دي كمان بتعمل تغذيه كويسه. احنا عارفين طبعا ان الشعر بيتكون من الكيراتين اللي هو فيه نسبه سلفر كبيره في السيستين، فبناخده على هيئه سيستين او سيستين. في كمان الفيتامينز والمينرالز مهمين جدا، واهمهم الفيتامين بي وفيتامين بي كومبلكس، ومع الفيتامين اي كمان، والفيتامين اي والزنك والكابر والمنجنيز، كل دي مواد مهمه جدا في نمو الشعر. كده احنا بنكون خلصنا الكورس بتاعنا، وبشكركم وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.